السلام عليكم. بخير الحمد لله. نفس نفس الحمد لله. اش اخبار الربيع هذا العام؟ الحمد لله كاين البركه موجود. الخير موجود. كاين الربيع الخير موجود. الخير موجود الحمد لله. البركه كاينه شويه. الازمه شويه كاين شويه يعني نقص شويه التجاره لكن الخير موجود الحمد لله. ياك بالنسبه للاثمنه ديالهم كيفاش؟ نقص نقص الاثمنه حتى نقص قريبا 50% ولا المكتب باش الثمن طاح. واه باش طاح على 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 السيف. واه دابا انا شهر ديال الفول والجلبانه وراك عارف. كان كيدير شحال ولا دابا؟ كان كيدير 3 دور دابا كيدير درهم الاخر يعني 7.5 دور 50 فرانك راه مهول حتى تقريبا كيما قلت لك 50% ولا اكثر. بزاف الناس ما كيفرقوش ما بين القزبور والمعدنوس. ايوا باش تخليهم يفرقوا. ايوا المعدنوس هو باين راه باين كبير. القزبور راه كتشوف راه صغير عاود الورقه ديالو رقيقه. شان عاد يسول بنادم الحاجه ما كيعرفهاش يسول عليها هي. انا كنت كنتلف فيهم. ايوا بنادم يسول تسول باش يوريك القزبور والمعدنوس. دابا راه بدا مقرب ان شاء الله. ان شاء الله. طوال ان شاء الله. شي شهر ونص ولا غير شهر. شهر ونص بحال غدا. بحال شهرين ونص اللي بقى ليها تقريبا. صحابي يستعملوا القزبور والمعدنوس في رمضان ولا لا في الماكلة؟ لا المعقنوس المعقنوس والكرافس اللي مزيان. ياك. القصبور ناقص الفلج كيدير النعاس. المعقنوس بالخصوص المعقنوس هو اللي مزيان احسن منهم كامل. هذه نصيحة كتعطيلو في رمضان. واه. باش نصحو. علاش كينعسو بزاف كيجيهم النعاس؟ راه كيقوي القصبور في الحريرة ومع داك الشيء مع التشرميلة مع الحوت مع الاخر كيجي لهم النعاس في التراويح ما كيبغيوش يصليو داك التراويح مزيان. واش خصهم يديروا في الحريرة؟ خصهم يكثروا المعقنوس، معقنوس الكرافس. العقنص بالخصوص المعقنص. وبالنسبة للطواجن شنو خصهم يديروا؟ يديروا شوية القزبور ما يكثروش بزاف. يديروا غير قليل. والمعدنوس والكرافس ما يداروش؟ لا المعقنص معلاش يديروا المعقنص. واخا في الطاجين يديروا المعقنص. شنو تقدر تقول للناس بمناسبة ديال السنة ديال الأمازيغ ديالكم اللي دازت دابا شي يومين باش دازت؟ السنة الأمازيغية هذا دابا حتى السنة الأمازيغية. ماشي سنة. حتى أنا مازيغ ولا أنا يعني هذاك العين ما محسوبش ما كاين ما كاين لا راس العام ولا راس معقول عيد الاضحى وعيد الاخر عيد الفطر هذوك هما اللي كاينين في الاسلام هما هذاك العيد وعيد النبوي الشريف وهذاك الشيء هما هذاك العيد راس السنه هذاك راه النصارى اللي كيحسبوا هو انا بالنسبه لي انا ما خصنيش هذاك التصور وهذيك التهنيات ديال راس العام ما كنقبلهمش ما كنصيفتهمش ما كنشرهمش هو المعقول كيدير السوق كاين شي مشاكل في السوق كتعاني بها والحمد لله الامور مزيانه. ايوا شويه المشاكل لابد من المشاكل يكونوا في السوق ما عم يقول لك شي واحد راه الدنيا هانيه شويه المشاكل لابد غايفة. بحال شنو المشاكل؟ بحال البلايص الطريق غير تبغي تفوت غير بالسياره وها ما كتلقاش تبغي تبلاصي السياره وها ما كتلقاش فين تبلاصي واش تقول البنان تكلك ساعني على بنان تقول له حيد تقيس عليك كيقول لك راني في السوق المشاكل لابد في السوق. أمور عادية جدا. أمور عادية بالنسبة. الحمد لله بنا من الصبر وكل شيء يفوت. الصحة هي كل شيء. لهنا والسكات والصحة والسلامة هي كل شيء. شكرا لك بزاف. شكرا على وجهي. الله يجازيك بخير. كمل قول. مرة رشونا وفكرونا وشوفوا الأحوال وشوفوا شحال. بنادم من كيفكر كيعجبك الحال حتى انت شحال يعني كي كيتنشط منين يشوف راسو كيهضر ويشوفوه الناس ويشوفوا الاخبار ويشوفوا المعلومات كيشد يعني كيستافد بنادم فهمت هو مع السلامة. والخضره غاليه شويه بطاطا 6 دراهم المهم الجلبه 260 82 اللي رخيصه في السوق الا اللفت اللفت خيزو ولكن يعني ما كتخرجش على برا باش كيبان في السوق المشكل دابا الخضره كتجي عليهم غاليه الله احسن عاون الناس كيسولوا كيمشيو حتى التجاره ناقصه شويه كيلو الغلا خصها يكون رخا ان شاء الله يا رب. بالنسبه للجلبانه والفلوس موجوده في السوق؟ موجوده ولكن غاليه 1200 1150 الجملة الفول 7 دراهم الجملة القرعة 8 دراهم الجملة ماتيشا 22 فرنك الصندوق البوبري كتجي عليه غالية الله يحسن عاون فهمتيني
والله يكون رخا ان شاء الله، وبعد الناس بعدا يفاجئ شويه. دابا هاد الغلاء الناس كاين ان شاء الله الله يكون رخا، يا الشتاء ان شاء الله على قد النفع ان شاء الله يكون الخير. واه ليليا مسدوده حتى الحركه الصراحه، المشكل اذا كان الحركه اذا كان الحركه الخدمه واخا كيقول لك واحد المثال كل موجود رخيص، ولكن دابا الخدمه والو ناقصه شويه. هاد الغلاء يعني كتجي بزاف على المسكين، ها المشكل. الخدمه اللي كتبني كلشي كتحرك، الخدمه اللي كتحرك اي حاجه كتكون تجاره عامه، الناس كيخدموا كيجيب النهار ديالو يمشي يتقدى خضره يمشي دجاج، يعني الحركه عامه. دابا الناس غير مريح، الا جا 100 درهم اليوم هادشي اللي عنده، غدا واش يمشي يخدم؟ ونتمنى ان شاء الله يسرح يكون شويه الرخاء بعدا مناسب للناس بعدا بلا ما بعدا شويه، يا ربي ان شاء الله.